مرحبا بكم متابعي قناة اعرف. في البداية ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم فيديوهاتنا الجديدة. وعند الحديث عن ليفربول فان نجما يفرض اسمه بقوة لدى كتيبة كلوب، انه المصري محمد صلاح. يوسين بولت ملاعب الكرة الذي كان هدفا لرادار في إت سبورتس، خصوصا بعد تألقه وانسجامه مع الفريق في فترة وجيزة. بدأ صلاح المواجهة كعادته بالدعاء، لكنه لم يدعو أن يكون شاهدا على هدف أول للضيوف. وهذه أمامنا بالتابع الهدف الأول، الهدف الأول هنا في هذه اللقطة. ماني كان يبحث عن صديق، فجاء الرد من صلاح. أما صاحب الرقم 11 فكان يصطدم بغابة من السيقان في كثير من توغلاته. لم يمض وقت طويل حتى حقق الريتز التعادل وسط فرحة صلاح. هدف أول، هدف أول، هدف أول. فيرمينيو، فيرمينيو يسجل. وما هي إلا دقائق قليلة حتى كان للنجم المصري الكلمة. محمد صلاح وجول، جول محمد صلاح. محمد صلاح قطعها حلوة قوي وسدد، وكرة تتصل في اللاعب دايب، وهدف للمصري محمد صلاح. أيقن لاعبو إشبيليا أن صلاح يجب أن يقطع عنه الهواء والماء والكهرباء. للاشتراك في القناة اضغط على زر اشتراك، للتوصل بالجديد اضغط على زر الجرس، وإذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على إعجاب.